الجزائر الأمس هذا فوق بشرين منا، كن شجعان مثلهم يكونون شرين مثلهم، يقولون هناك فساد في المجلس ونحن لا نستطيع منع هذا الفساد، فليتركوا المجلس ولينضموا للشعب وينضموا لحساب يكون هنا رافعين شهادة استقالة لهم وسوف نرحب بهم وليفتحوا هذا المجلس كما فعل الرجل الجزائري لجنة المراقبين العرب في سوريا. يجب أن يخرج من المنظمة ويقول أن هذا المجلس لا يصلح لهذه المرحلة، هذا الذي نريده.